وكعادتنا نبدأ دايما معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في المقدمة، بالأمس شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، واللي بتقام فعالياته خلال الفترة من 19 ل 21 فبراير تحت شعار تحفيز الطاقة وتأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مهم جدا لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية. أكد فيه رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة هذه المشروعات بعد الانتهاء منها والحفاظ على أعمال التطوير اللي تمت فيها. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 ل 21 فبراير تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر إيجيبس 2024 موراي أوشين كلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، وأثنى الرئيس على النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، واللي بتتسق مع جهود تحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية اللي بتوليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وأيضاً علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، وتم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية. أيضاً تناول الاتصال الوضع في قطاع غزة، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف والد الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي العهد الأردني. وأعرب الرئيس عن خالص تعزيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها، وده بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وأكد مدبولي أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث أن لدينا احتياج فعلي ومستمر لهذه الطلمبات، لذلك يتم دعم أي خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة القليوبية اللي أعلنت مديرية العمل بالمحافظة فيها عن توفير 100 فرصة عمل في 7 شركات تابعة للقطاع الخاص. في المنيا تم توقيع الكشف على 1622 مريض في قافلة طبية وتوفير العلاج بالمجان. أما في الوادي الجديد فتم إطلاق حملة لمكافحة البعوض والحشرات بمدن وقرى المحافظة. أما في كفر الشيخ فتم تحصين 53,490 طائر ضد الأمراض الوبائية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في القليوبية أعلنت مديرية العمل عن توافر 100 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية، وبيتم بدء التقديم في مكاتب العمل والمديرية والوزارة حتى اكتمال الأعداد المطلوبة. وتتوفر الوظائف في 7 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه. في المنيا أكدت مديرية الصحة تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية المطهرة الشرقية بمركز أبو قرقاس، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، مع تحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح معرض أهلاً رمضان بالعريش، وده في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة 30%. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن بدء تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة الحشرات الطائرة بجهاز الضباب ومقاومة يرقات البعوض بالمصارف والبرك والمستنقعات ومقاومة الحشرات الزاحفة، وده للحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 53490 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، وده للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن. في سوهاج تسلمت المحافظة دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالي 46000 شجرة لزراعتها بالطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، بالإضافة لجوانب الترع اللي تم تبطينها، وده في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع الخدمة عن قريتين بمركز إهناسيا وأخرى بمركز الفشن اليوم الثلاث لمدة 13 ساعة، وده لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً.